اليوم انطلاق جولة رابعة من الحوار بين وفدي البرلمان وأعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبيين في طنجة المغربية. قوات تيغراي تعلن إسقاط طائرة للجيش الإثيوبي واستعادة بلدة إكسوم. إيران تعتزم تقليص التعاون مع وكالة الطاقة الذرية بعد اغتيال العالم النووي فخري زاده. أخبار سابعة، فترة إخبارية شاملة تأتيكم من شاشة النيل للأخبار، أهلا بكم. توافق الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بدعم المؤسسات الوطنية بها من أجل استعادة الأمن والاستقرار. وفي اتصال هاتفي تلقى الرئيس من الملك عبد الله الثاني بحث الزعيمان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية. وقد استعرض الرئيس السيسي والملك عبد الله مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية حلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة منظومة البناء الجديدة بشكل مكتمل الجوانب والتفاصيل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع كل من رئيس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وقد تابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع تطورات مشروع أهالينا ثلاثة، حيث اطلع على مخطط المشروع موجها بضم مساحة أراضي إضافية للرقعة القائمة للمشروع. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تقديم أفضل البرامج التدريبية للموظفين الذين سيتم انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مساء أمس الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستعراض موقف الجهات التابعة للوزارات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة. قال الشيخ إن إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 119 جهة، سواء كانت هذه الجهات سيتم انتقالها بشكل كلي أو تمثيل جزئي أو من خلال تمثيل قيادات فقط. وأوضح أنه سيتم انتقال رئاسة مجلس الوزراء إلى جانب انتقال 31 وزارة. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساء أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات القضية الفلسطينية. الأمين العام حرص خلال اللقاء، وهو الأول منذ انتشار جائحة كورونا في فبراير الماضي، حرص على الاستماع إلى تقييم الرئيس عباس بشأن موضوعات إعادة العلاقات مع إسرائيل وملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وتأثير الأوضاع الإقليمية على القضية الفلسطينية. أبو الغيط أكد للرئيس الفلسطيني أن الجامعة العربية كانت وستظل داعمة بلا حدود لنضال الشعب الفلسطيني وصموده لاستعادة حقوقه المشروعة وتحقيق السلام القائم على العدل وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس وعاصمتها القدس الشرقية إلى النور. تستضيف مدينة طنجة المغربية بدءا من اليوم جلسات حوار ليبية جديدة بين أعضاء البرلمان الليبي وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، يتوقع أن تستمر لعدة أيام من أجل الوصول إلى خلاصات تكون بوابة لحل جميع المشاكل والخلافات بين الفرقاء الليبيين. جولة رابعة من المباحثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين تنطلق اليوم الاثنين في مدينة طنجة شمالي المغرب. الجلسة تناقش معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية وتطورات المشهد الليبي ومخرجات ملتقى الحوار السياسي، ويسعى المجتمعون لاستثمار نجاح لقاء البرلمان للوصول إلى مزيد من التقدم في عدد من المجالات السياسية وإيجاد حلول شاملة للأزمة الليبية.
هذا قد شهدت مدينة بوزنيقة المغربية 3 جولات سابقة من الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، كانت الأولى بين 6 و10 من سبتمبر الماضي، في حين عقدت الثانية بين 2 و6 من أكتوبر. أما الجولة الأخيرة فعقدت في الفترة بين 3 و5 من نوفمبر الجاري، وقد تم التأكيد خلالها على أهمية تحمل مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي وتجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية. كانت طنجة قد احتضنت بين 23 و28 من نوفمبر الجاري أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي بحضور أكثر من 120 نائبا ليبيا من طبرق وطرابلس. واتفق النواب في ختام الاجتماع التشاوري على 7 نقاط تمهد لإنهاء حالة الانقسام السياسي والتشريعي. البيان الختامي لأعضاء مجلس النواب الليبي أعلن أن المقر الدستوري لانعقاد المجلس هو مدينة بنغازي، وقد تم الاتفاق على عقد جلسة التئام في مدينة غدامس مباشرة حال العودة لإقرار كل ما من شأن إنهاء حالة الانقسام بالمجلس. كما أعلنوا العزم على المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها. البيان ذاته أكد الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي. وقد شدد البيان على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب. أعرب جير بيدرسون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا، أعرب عن أمله في أن تتمكن الأطراف السورية من إحراز تقدم مع الجولة الخامسة القادمة التي اتفق على أن تنعقد في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بيدرسون في جنيف عشية بدء الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية المصغرة لسوريا اليوم الاثنين. كما تعلمون ليس لدينا اتفاقا محددا، ولكن لدينا توافق على عقد هذه الجولة من المحادثات وأيضا جولة أخرى في يناير المقبل، والاتفاق هو أن نناقش مبادئ الدستور أو المبادئ الأولية للدستور، وهذا ما سوف نناقشه بالفعل. دائما ما يتم سؤالي عن المدى الزمني أو السقف الزمني للمفاوضات، دعوني أؤكد أنه لا يوجد سقف زمني، لا يوجد ترتيب زمني محدد لهذه المناقشات، لأن التجربة علمتنا أن لا أحد سيحترم هذا السقف الزمني إذا تم تحديده. قال بيدرسون أيضا إنه سيتم التركيز أكثر على العملية السياسية والقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن للوصول إلى الدستور الجديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. لدينا آمال في إمكانية إحداث تقدم في المسار السياسي. أعلم أننا لم نكن في مستوى طموحات الشعب السوري في إنهاء هذا النزاع، لكن مع الهدوء النسبي الذي نراه في سوريا حاليا يمكننا التركيز أكثر على دفع المسار السياسي وتنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 2254. واحد من أهم بنود هذا القرار هو إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات، لهذا أنا أعمل بكل قوتي على تنظيم انتخابات وفقا للدستور الجديد. احتشد عشرات الفلسطينيين في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك احتجاجا على إعلان المحكمة العليا الإسرائيلية عزمها تحديد جدول زمني في غضون 45 يوما لإخلاء القرية وهدمها. احتجاجات نظمها مئات الفلسطينيين الأحد في قرية الخان الأحمر شرقي مدينة القدس للمطالبة بإعادة النظر في قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي في هدمها، وأيضا
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. السلطات الإسرائيلية أعلنت عزمها تحديد جدول زمني لإخلاء الخان الأحمر، القرية الفلسطينية التي تتمتع بموقع استراتيجي وتقع بوسط الضفة الغربية، المنطقة ضرورية لإقامة دولة فلسطينية حقيقية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. المحكمة الإسرائيلية العليا قالت الأحد إنها ستحدد جدولا زمنيا لإخلاء القرية في غضون 45 يوما. وكانت المحكمة قد قضت بالفعل عام 2018 بهدم القرية، لكن عملية الهدم تأجلت مرة تلو الأخرى. لسنا سعداء لأن الفلسطينيين ما زالوا تحت خطر إمكانية إزالة قرية الخان الأحمر. الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي أعلنوا أمام المحكمة أنهم سيهدموا قرية الخان الأحمر، ولكن ليس الآن. إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق مع سكان فلن نكون سعداء. نحاول حل مشكلة الخان الأحمر بخطة محددة. خضعنا قبل عامين للنظام القضائي الإسرائيلي لكنه رفض التعامل معنا. قرية الخان الأحمر تقع على بعد عشرات الأمتار من طريق سريع من 4 حارات يمتد من الشرق إلى الغرب، ويشق الضفة الغربية إلى نصفين عند منطقة ضيقة ويربط القدس بغور الأردن. وكانت دول أوروبية كبرى قد حذرت عام 2018 من أن هدم قرية الخان الأحمر يمثل تهديدا خطيرا للآفاق المتداعية لتنفيذ حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الاهتمام الدولي الضخم على ما يبدو والذي تم توجيهه للقرية الصغيرة في ذلك الوقت كان مرتبطا بموقعها الاستراتيجي في وسط الضفة الغربية. قال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي في إثيوبيا إن قوته أسقطت طائرة عسكرية إثيوبية أمس، وأضاف أن قوته استعادت بلدة إكسوم من قوات الجيش الإثيوبي. رغم إعلان الحكومة الأثيوبية السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي وإنهاء العمليات العسكرية في الإقليم، إلا أن أنباء أخرى تؤكد استمرار المعارك هناك، حيث قال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن قواته استعادت بلدة أكسوم من قوات الجيش الأثيوبية. كما أعلن زعيم الجبهة التي تحارب الحكومة الأثيوبية أن قوته أسقطت طائرة عسكرية إثيوبية وأسرت قائدها الذي كان في مهمة قصفة، مضيفا أنه رغم انسحاب قوته من محيط عاصمة الإقليم إلا أنها ستواصل القتال وسط مخاوف من حرب عصابات في مدن الإقليم. ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الصراع المتواصل منذ 3 أسابيع بأنه شأن داخلية يتعلق بإعادة فرض القانون والنظام، رافضا عروض الوساطة الدولية والإقليمية. كما أكد أن الشرطة الاتحادية ستسعى لإلقاء القبض على من وصفهم بمجرم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وتقديمهم للمحاكمة. يأتي ذلك فيما قال التلفزيون الرسمي الإثيوبي إنه جرى العثور على 70 مقبرة بعضها لأفراد والباقي مقابر جماعية في بلدة حميرة بإقليم تيغراي دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل. كانت الحكومة الإثيوبية قطعت اتصالات الهاتف والإنترنت مع إقليم تيغراي وشددت الدخول إليه منذ اندلاع القتال في 4 نوفمبر، مما جعل من الصعب التأكد من حقيقة الأوضاع بالإقليم. في سياق متصل أكد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أكد وجود حاجة ماسة لأكثر من 150 مليون دولار خلال 6 أشهر القادمة من أجل معالجة وضع اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا السودان منذ بداية القتال في إقليم تيغراي داخل إثيوبيا. أكثر من 44,000 لاجئ فروا من إقليم تيغراي الإثيوبي ولجأوا إلى السودان خلال أسابيع قليلة. هذا ما أكدته الأمم المتحدة على لسان مفوضها لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي أشار إلى استمرار عملية النزوح اليومية. وعبر غراندي عن أمله في أن تقدم السلطات الإثيوبية وعودا بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي في أقرب وقت ممكن، مضيفا في مؤتمر بالعاصمة السودانية الخرطوم أن تقديم المساعدات حتى الآن ليس ممكنا لسكان الإقليم وأنه يأمل أن يتحسن الوضع في الأيام القليلة المقبلة. لدي قلق كبير أيضا على الموقف داخل إثيوبيا، فليس لدينا حتى الآن إمكانية لإدخال المساعدات إلى هناك، سواء للذين كنا نساعدهم من قبل أو الذين تشردوا مؤخرا بسبب اندلاع القتال.
وأجدد مناشدتي للسلطات الإثيوبية للسماح لنا من منطلق إنساني بإدخال المساعدات، لأن الناس في أشد الحاجة إليها. يأتي ذلك في وقت حاول لاجئون إثيوبيون فروا إلى مناطق شرق السودان التماس بعض السكينة في الصلاة بعدما أجبرتهم ظروف الحرب على النزوح من بلادهم، مؤكدين أنهم تركوا كل شيء هربا بحياتهم. لم أتناول الطعام منذ 20 يوما، أعيش فقط على الماء. لقد تركنا كل شيء وراءنا وهربنا عندما بدأ إطلاق النار علينا. ورغم إعلان الحكومة الإثيوبية سيطرتها على عاصمة إقليم تيغراي وانتهاء القتال، إلا أن لاجئي الإقليم الإثيوبي في السودان شككوا في هذا الإعلان واعتبروه مناورة جديدة من حكومة أبي أحمد. وأطلقت الحكومة الإثيوبية في 4 نوفمبر عملية عسكرية للسيطرة على منطقة تيغراي بعدما وصفته بتمرد حكومتها على الحكومة المركزية في أديس أبابا. أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون لمراجعة تقليص الطاعون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويأتي تصويت البرلمان بعد أن عقد النواب جلسة استماع مغلقة بشأن مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري الزادة. نقاش سياسي محتدم شهدته إيران حول طبيعة الرد على عملية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة بعد أن اتهمت إسرائيل بالوقوف خلفها مع إقامة مراسم تكريم له عشية دفنه المقرر اليوم الاثنين. اغتيال أحد أبرز علماء الجمهورية الإسلامية فتح باب النقاش بشأن التزامات إيران النووية، لا سيما الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015. فقد وقع أعضاء مجلس الشورى الإيراني بالإجماع بعد جلسة مغلقة الأحد بيانا يدعون عبره للرد على الاغتيال ومنع مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآت البلاد. عقد المجلس جلسة مغلقة حضرها وزير الاستخبارات محمود علوي لبحث التحقيق في الاغتيال، ودعا رئيس المجلس محمد باقر إلى رد فعل قوي على الاغتيال يساهم في الردع والانتقام من الضالعين فيه. وأتى الاغتيال قبل نحو 2 شهر من تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهامه، وهو الذي وعد بتغيير مسار سلفه دونالد ترامب مع إيران الذي اعتمد سياسة ضغط قصوى حيال طهران. وفي بيان الأحد رأى مجلس الشورى أن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما باتوا جسورين في إرهابهم وتخريبهم ضد إيران التي فقدت خلال الأعوام الماضية عددا من علمائها النوويين عن طريق الاغتيال في عمليات اتهمت واشنطن وتل أبيب بتنفيذها. واعتبر المجلس الذي يحظى المحافظون بغالبية كبيرة فيه أن الرد الأمثل على العملية الأخيرة سيكون إحياء الصناعة النووية الإيرانية. لكن القائد السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس يالدين يرى أن الإيرانيين يرجئون الرد حتى الأيام الأخيرة من إدارة ترامب حتى لا يتسنى له استخدام هذا الرد لشن هجوم مباشر على إيران. أكدت نتائج إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكنسن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وبدوره جدد الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب تمسكه بمزاعمه عن تزوير الانتخابات الرئاسية رافضا الإقرار بالهزيمة. صعوبات جمة تواجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لإثبات مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة العليا. وفي مقابلة تلفزيونية امتدت لأكثر من 40 دقيقة جدد ترامب موقفه المتمسك بتزوير الانتخابات وأنه لن يقر بالخسارة أمام جو بايدن. سوف أستخدم 125% من طاقتي. نحن بحاجة إلى قاض يستمع إلينا، نحن بحاجة إلى محكمة عليا لديها استعداد لاتخاذ قرار كبير مع الأخذ في الاعتبار كل شيء. الأمر ليس كأنك سوف تغيرين رأيي، فرأيي لن يتغير بعد 6 أشهر. وحتى اليوم لم ينجح فريق ترامب القانوني في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن التزوير،
لكن ترامب اتهم القضاء برفض ما لديه من أدلة. المشكلة هي أنه من الصعب إحالة القضية إلى المحكمة العليا. لدي أفضل المستشارين والمحامين لعرض القضية في حالة قبولها، لكنهم يقولون إن القضية لا يمكن إحالتها. هل يتخيل أحد ذلك؟ دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة يرفع قضية والمحكمة العليا ترفضها، حتى مع وجود حجم كبير من الأدلة ومئات الشهادات والإفادات الموثقة. وفي حين يتمسك ترامب بتزوير الانتخابات، تلقى فريقه القانوني انتكاسة أخرى من المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا التي رفضت شكوى كانت تطالب إما بإبطال التصويت عبر البريد وإما بإلغاء التصويت بكامله. وسبق لفريق ترامب القانوني أن خسر عشرات الدعاوى القضائية بسبب عدم اقتناع القضاء بوقوع مخالفات انتخابية في ولايات منها ميشيغان وجورجيا وأريزونا ونيفادا. الانتكاسة الأخرى جاءت بطلب من ترامب نفسه، وذلك بعد أن طلبت حملته بإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين بولاية ويسكونسن بحصول الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن على المزيد من الأصوات. وسواء اعترف ترامب بهزيمته أم لا، فمن المؤكد أن المجمع الانتخابي سيلتئم في 14 ديسمبر ليؤكد انتخاب بايدن، وسيؤدي الرئيس الديمقراطي اليمين الدستورية في 20 يناير المقبل. في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تشكيلة فريق الاتصال الخاص به في البيت الأبيض، وسيكون مكونا من الإناث. اختيرت جين ساكي متحدثة باسم البيت الأبيض. وإضافة إلى ساكي، تم الإعلان عن أسماء 6 شخصيات أخرى، من بينها كيت بينغفيلد، وستشغل منصب مديرة الاتصالات في البيت الأبيض. أما أشلي آتيان فستشغل منصب مديرة الاتصالات لنائبة الرئيس كامالا هاريس. وستشغل سايمون ساندرز منصب كبيرة مستشاري هاريس والمتحدثة باسمها. وستكون بيلي توبار نائبة لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض، وكارين جان بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض. واختيرت إليزابيث ألكساندر لمنصب مديرة الاتصالات للسيدة الأولى المقبلة جيل بايدن. ولا تتطلب هذه التعيينات موافقة مجلس الشيوخ على عكس المناصب الوزارية. قال مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه أصيب بالتواء في الكاحل عندما انزلق وهو يلهو مع كلبه. وقال الطبيب الخاص لبايدن إن الأشعة السينية المبدئية تؤكد عدم وجود أي كسر واضح، مضيفا أن بايدن سيخضع لفحص آخر أكثر تفصيلا. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات. وسجلت الوزارة 358 حالة إصابة ووفاة 15 حالة جديدة بالفيروس. وقد بلغ إجمالي المصابين 115541 حالة إصابة و 6636 حالة وفاة. يبدأ لبنان اعتبارا من اليوم الاثنين تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت قبل أسبوعين بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك في محاولة لإنعاش اقتصاده المترنح في فترة الأعياد. قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن المطاعم ستفتح أبوابها بنسبة إشغال تبلغ 50%، لكن الحانات والنوادي الليلية ستبقى مغلقة وحفلات الزفاف محظورة، بينما يبدأ حظر التجوال الليلي من الساعة 11 ليلا بدلا من 5 مساء، وذلك حتى 5 صباحا. كما أن المدارس ستعيد فتح أبوابها ولكن مع اعتماد التعليم المدمج. وكان عدد إجمالي عدد المصابين في لبنان قد ارتفع إلى 126903
إصابات منها 1004 حالات وفاة. حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي من طفرة كبيرة في انتشار فيروس كورونا مع عودة ملايين المسافرين لديارهم بعد عطلة عيد الشكر. ليس الأمر متأخرا على أن نقوم بهذا. يجب علينا أن نتوخى الحذر عند العودة من السفر بشأن الأماكن التي سنذهب إليها، كما يجب علينا الالتزام بالإجراءات التي تعودنا عليها والمتعلقة بارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافات التباعد وتجنب الزحام. وقد رأينا أن الولايات التي طبقت هذه القواعد تراجع فيها منحنى الإصابات بالفعل، لهذا يمكننا القيام بشيء خاصة مع الدخول في فصل الشتاء وعطلات عيد الميلاد. أخضعت وزارة الصناعات الخفيفة في كوريا الشمالية موظفيها وعمالها لاختبارات درجات الحرارة أمس خشية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد قبل دخولهم لمقر الوزارة بالعاصمة بيونغ يانغ. كما حرص القائمون على الوزارة على رش المكاتب والطوابق والأرضيات بمواد مطهرة. واختبرت كوريا الشمالية أكثر من 12 ألف شخص ولم تعلن عن تسجيل أي إصابة بالفيروس منذ الأول من نوفمبر الجاري بحسب وزارة الصحة في البلاد، لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن هناك أكثر من 6000 حالة يشتبه في إصابتهم بكورونا في كوريا الشمالية. أخبار السابعة متواصلة معكم وفيها أيضا. ختام مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة في حفل على مسرح الجمهورية بالقاهرة. وصلنا إلى محطتنا الاقتصادية ونستهل أخبارها من سوق المعادن النفيسة، حيث استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية أمس، وقد سجل عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر تعاملاته عند 780 جنيها للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيها، وعيار 24 نحو 891 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6240 جنيها. كما استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري أمس الأحد، وسجل سعر صرف الدولار نحو 15 جنيها و59 قرشا للشراء و15 جنيها و69 قرشا للبيع. صعدت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات أمس، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 2.2 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.8 مليار جنيه. صعد مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 بنحو 26% مسجلا 11009 نقطة، كما ارتفع مؤشر إي جي إكس 70 بنحو 1.35%، وامتدت المكاسب لمؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي ربح 1.16%. استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب، استعرض جهود جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. من جانبه قال عبد الوهاب إن الهيئة قامت بدعوة المستثمرين لحضور لقاء مع رئيس مصلحة الجمارك لمناقشة تحديات وفرص الاستثمار غدا الثلاثاء، لافتا إلى أن الاجتماع سيتم خلاله استعراض سبل التعامل مع منظومة الجمارك. كما استعرض رئيس هيئة الاستثمار نتائج اجتماعاته مع كبريات الشركات التي تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال المرحلة القادمة. كما استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير التموين علي المصلحي عددا من ملفات الوزارة والاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية. استهل مدبولي اللقاء بالتأكيد على المتابعة المستمرة أولا بأول للموقف التمويني ومدى توافر السلع الأساسية بالأسواق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع.
بدوره أكد وزير التموين أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع خلال أزمة كورونا قد أسهمت في توفير السلع بكميات كبيرة في الأسواق. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامنا مع قرار تنظيم مواعيد إغلاق المحال التجارية. وأكد المركز الإعلامي أن مواعيد صرف السلع التموينية من المنافذ التموينية كما هي دون تغيير، لتبدأ من 9 صباحا وحتى 9 مساء لإتاحة الفرصة للمواطنين لصرف احتياجاتهم من السلع التموينية. في سياق آخر قال المركز أنه تم زيادة الكميات المتعاقد عليها من الكمامات والمقرر توزيعها على بطاقات التموين بواقع 1,000,000 كمامة إضافية. أعلن وزير النقل كامل الوزير الانتهاء من تنفيذ 77% من مشروع تحديث خط سكة حديد القاهرة الأسكندرية. وقد شهد وزير النقل ومحافظ القليوبية دخول برج إشارات قليوب للسكك الحديدية والمنطقة الأوتوماتيكية بين قليوب وقاها الخدمة بإجمالي 12 كيلومتر. يأتي ذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط السكة حديد القاهرة الأسكندرية بطول 208 كيلومترات الجاري تنفيذه حاليا بمعرفة شركة إسبانية عالمية، حيث يتم إدخال نظام إلكتروني حديث يحقق أعلى معدلات الأمان. شهد مسرح الجمهورية حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة من مسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم ونظمها صندوق التنمية الثقافية. تأتي المسابقة في إطار اهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع. على مسرح الجمهورية أقيمت المسابقة الفنية للمواهب الذهبية في دورتها الثالثة لذوي القدرات الخاصة في مجال الموسيقى والغناء التي أبدع فيها أصحاب المواهب بفقرات غنائية وموسيقية. المسابقة أهم حاجة فيها إن هي يعني بتلف مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها، من اسكندرية لأسوان، تكتشف مواهب جديدة، قدمت مواهب جديدة نجحوا إنه ينضموا فعلا للأوبرا وظهروا في حفلات كتيرة وحسوا هم نفسهم هم وأهلهم بقيمة تعبهم وقيمة شقاهم عشان يتعلموا يعني يحافظوا على موهبتهم وينموها، وده بياخد مجهود كبير جدا من الأسر بيتعبوا فيه جدا جدا. في السنوات الأخيرة شهدت البلاد طفرة في الاهتمام بذوي القدرات الخاصة نظرا لتقدير القيادة السياسية لهذه الفئة التي أبدعت في مختلف مجالات الفنون، وأصبحت أصواتهم تدوي في العديد من المحافل الرسمية وغير الرسمية. بدأت عندي وأنا صغير ودعمتها كتير الحمد لله، وحاليا مشترك في فريق سماع تحت قيادة الدكتور انتصار عبد الفتاح، وقريت عن المسابقة على الفيسبوك وتقدمت واختبرت، والحمد لله اتيحت لي الفرصه ان اكون معاكم النهارده. وبصراحه ربنا النجاح اللي انا وصلت له النهارده من الجماهير يعني وسام على صدري، وانا بشكرهم جدا وبشكر الاداره بتاعه المسابقه. اشتركت في المره اللي فاتت في معهد الموسيقى العربيه، قدمت فيها للثامن والعشرين وخدت الشهاده بقى وكرمت، والحمد لله ربنا كرمني، ألف حمد وشكر لك يا رب. فأنا هغني لكم مقطع صغيرة من عندي. شفت أزمات ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت أزمات ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. أنا عندي ثقة في النفس ومناها ضد اليأس. شارك في المسابقة العديد من المواهب لتحقيق ذلك الحلم الذي بدأ في العام 2017 عن طريق إحدى الجمعيات وقدمتها بدورها لصندوق التنمية الثقافية. رمضان المطعاني،
النيل. نظم بيت السيناريو مكتبة الأسكندرية ندوة بمناسبة مرور 226 عاما على إنشائه. تحت عنوان بيت السيناري التاريخ الثقافة التراث، عقدت ندوة لمناقشة تاريخ البيت منذ إنشائه والأحداث التاريخية والثقافية التي عاصرها. هو بيت السيناري بيت أثري بيشرف عليه قطاع التواصل الثقافي مكتبة الأسكندرية، وبنقوم بأنشطة مختلفة داخل المكان هنا من ورش عمل وندوات ودورات ومعارض وحفلات، وكلها تخص التراث والفلكلور والفنون الشعبية المصرية. يمثل البيت أحد أروع العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في العصر العثماني والمملوكي. بيت السيناري يعد أثرا ناطقا، فهو ليس شاهدا بحجارته وزخارفه وأخشابه فقط، ولكنه شاهدا على العصر، على مصر في فترة تاريخية من فترات المميزة، وهي نهاية فترة الوجود العثماني في مصر وعصر الحملة الفرنسية وما تلا ذلك، من فترة تعد فعليا فترة انتقال في تاريخ مصر من العصور الوسطى إلى الحديث، ثم منه إلى المعاصر الذي نحياه الآن. فضلا عن قيمته المعمارية، فالمنزل له أهمية تاريخية، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر، حيث أقام فيها عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون. لقاء ما بين الشرق والغرب في عصر الحملة الفرنسية هو كان المكان اللي أنشئ فيه لجنة الفنون والأداب، عشان نقربها للمستمع والمشاهد الحالي، المجمع العلمي الفرنسي اللي جه العلماء مع نابليون في أثناء الحملة الفرنسية، فكان في لقاءات مع علماء الأزهر. تتميز العلاقات المصرية الفرنسية بتاريخ حافل من التنوع والتواصل بين البلدين على كافة المستويات التاريخية والثقافية والحضارية، وذلك منذ دخول الحملة الفرنسية إلى مصر، وكان البيت السيناري دور في إثراء هذه العلاقة منذ ذلك الحين، فقد كان مقرا لأعضاء لجنة العلوم والفنون التي جاءت إلى مصر أثناء الحملة الفرنسية والتي انتهت بكتابة وصف مصر. إبراهيم كتخدى السناري هو مالك المنزل، وهو من نواب أمراء المماليك في تلك الحقبة، وكان له كلمة في القضايا والمهمات العظيمة في إدارة شؤون البلاد بسبب دراسته لكتب التنجيم والسحر، فذا عصيته كعراف يكتب التمائم. بيت السناري يحمل بين جانباته رحلة عبر الزمان، بدأت من عصر المماليك مرورا بالحملة الفرنسية ومع حملته من صراعات ثقافية واجتماعية، وصولا إلى الحاضر حيث يحوي العديد من العروض الثقافية التي تعبر عن مدى أصالة البيت، حيث أصبح من أحد علامات التاريخ الإسلامي في مصر. مندرا بدوح، أني. في ختام أخبار السابعة، هذه عناوين الأخبار. اليوم انطلق جولة رابعة من الحوار بين وفدي البرلمان وأعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبيين في طنجة المغربية. قوات تيغراي تعلن إسقاط طائرة للجيش الإثيوبي واستعادة بلدة إكسوم. إيران تعتزم تقليص التعاون مع وكالة الطاقة الذرية بعد اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لكم، وشكر موصول لمذيع الإشارة رأفت حلمي. إلى اللقاء.